عمر ونشوف العالم على مين. حصل تغيير تكتيكي، عمرو مختار روح وابراهيم عمر راح. يا هيما مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس كل مكان. وشك منور منور. التغيير الفني يجي بقى، يعني التغيير وشك منور وقاعد بتظبط، انت بتطلع معايا كل الماتشات ما بيكونش فيه الضحك ده. لا هو الجو هنا، الجو هنا يا كابتن سيف يعني حاجه في منتهى الجمال يا كابتن سيف. في مدينه العالمين الجديده هنا جو حلو قوي، وكمان على يعني على حظي وانا طالع مع حضرتك النهارده، والله اليومين اللي فاتوا الدنيا الجو كان رطوبه عاليه والجو قفل، النهارده الجو حلو قوي. النهارده واحنا واقفين كده الجو الهوا، ولازم الواحد في الجو ده يطلع مبتسم ويطلع سعيد كده، وكمان طالع معاك يعني هطلع معاك مكشر، ما ينفعش يعني فعشان وانا بقول لك حصل تبديل تكتيكي، حضرتك بتقول حصل تبديل تكتيكي، عمرو مختار نزل وانا موجود، احنا عايزين مدير فني يجي بقى واحنا مستنيينك يوم الخميس. عمرو مختار اتمزق من كتر الفسح. لا لا كان بيشتغل يا كابتن سيف. لا عمرو كان بيشتغل واحنا هنا والله شغالين. ربنا يقويكم يا سيدي، ربنا يقويكم. الجو مخلي الواحد يشتغل. طب انا هتكلم ولا انا هعمل ايه دلوقتي؟ بس فاهم. اتفضل. يمكن وانا بتكلم حضرتك دلوقتي يمكن بقول لك ال يعني الجو مساعد، يعني الجو مساعد الواحد، الدنيا حلوه، الجو جميل هنا في مدينه العالمين الجديده، وبالتاكيد العالم عالمين، يعني حاجات جميله جدا هنا يا كابتن سيف. يعني لو هكلمك بقى عن اللي حصل، بص انا هديك ملخص كده اللي حصل من بدايه الاسبوع، من البدايه كده من الحفلات اللي كانت موجوده للكومبيتيشنز اللي كانت موجوده في السبورتس اريا، ختامها بقى النهارده كان بحاجه جميله جدا وحاجه مهمه جدا. النهارده الشارع الصحي، وافتتاح دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه ونائب رئيس الوزراء، ومعاه الاستاذ عمرو الفقي المدير التنفيذي للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. يمكن افتتاح النهارده الشارع الصحي النهارده وخدمات صحيه بتقدم للرواد العالمين الجديده ومدينه العالمين ولكل خط الساحل يا كابتن سيف، من اسكندريه من الكيلو 21 غرب اسكندريه لغايه مطروح، حاجه في منتهى الجمال. والخدمات لكل الناس سواء متواجدين هنا، سواء عربيات الاسعاف، سواء البارتيشنز او الاكشاك اللي موجوده للتوعيه للمواطنين كمان، والخط الساخن اللي بيقدم كل الحلول للمواطنين. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الناس تكون كلها بسلامه وبخير. وشفنا النهارده برضو لقطات حلوه وجميله، سياده الوزير ومعاه مستر عمرو الفقي النهارده هم بيلعبوا في الملعب، شفنا لمسات حلوه يا كابتن سيف وهم بيلعبوا الكره، الاستلام والتنطيق حاجه حلوه. ويمكن النهارده كنت بسالهم النهارده عن التواجد في مباراه النجوم ان شاء الله يوم الخميس، نجوم نادي الاهلي والزمالك اللي هتقام هنا في مدينه العالمين الجديده، قالوا هيكونوا موجودين ان شاء الله وهيكونوا موجودين في الفعاليات وهيشاركوا. عندنا حاجات كتير قوي يا كابتن سيف، يمكن وانا بكلم حضرتك دلوقتي يعني حوالينا ناس كتير ورا الكاميرا، والله في ناس كتير واقفه بتتفرج علينا، واقفين بيصورونا اهو الستوريز وبيصورونا بالصور وبيشاوروا لنا، الناس فرحانه، الناس مبسوطه، يعني حاجه جميله جدا هنا كابتن سيف. ولو ليك اي استفسار انا معاك، وانا عايز اتكلم مع حضرتك، انا معاك اهو. بشكرك ابراهيم، واتمنى لك التوفيق واشوفك الخميس ان شاء الله باذن الله، فاهم قصدي؟ ويعني دايما مستمتعين بيك. انا بشرف حضرتك دايما يا كابتن سيف، وان شاء الله تشرف وتنور يوم الخميس ان شاء الله ودايما وابدا. العالم عالمين. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا.